خريبكا حيث عقد فريق أولمبيك خريبكا جمعه العام العادي الذي خصص لتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما ثم المصادقة عليهما. كما تمت الدعوة خلال أشغال الجمع إلى العمل على إيجاد موارد جديدة تقوي ميزانية الفريق والبحث عن حلول لمشاكل البنية التحتية. عزيز ريباك. اعتبر المشاركون في هذا الجمع الذي حضره 25 منخرطا من أصل 33 النجاحات التي حققها الفريق على الصعيد التقني جماعة وفرادة ثمرة مجهود عقب معاناة كادت أن تعصف بالفريق وهم أساسا الهيكلة الإدارية والتقنية البنية التحتية التكوين والدعم المالي. الجمع العام داز في ظروف عادية وديمقراطية فيما يخص الأهداف المستقبلية، فكلكم كتعرفوا بأن فريق أولمبيك خريبكا مرشح باش يلعب عصبة الأبطال، وهذا أولمبيك خريبكا سيمثل المغرب، وهاد التظاهرة أعطيها أهمية كبيرة باش يحاول يمشي لأبعد نقطة فيها إن شاء الله. بحدة كبيرة لكن بمسؤولية دار النقاش انطلاقا مما جاء في التقريرين الأدبي والمالي، وتركزت الملاحظات على معاناة كرة القدم النسوية وانعدام التواصل ونمط إعداد التقرير المالي. أما الصحافة المحلية فاختارت سياسة الكرسي الفارغ. قرار المقاطعة هو كان قرارا لجل الزملاء الإعلاميين المعتمدين بمدينة خريبكا لأنهم رأوا فيه يعني مرغمين الحل الوحيد لإيصال رسالتهم بشكل حضاري، لأن الأمور وصلت إلى حد لم يعد يطاق، غياب التواصل، غياب كل الظروف، أبسط شروط العمل لم تعد مواتية. الإخوان ديال الممثلين ديال المنابر الإعلامية حنا نكلم احترام كبير، وفعلا كان سوء تفاهم ما بين المدير الإداري والإخوان ديال الصحافة، اللي من بعد درنا واحد البلاغ اللي كانت أسفوا فيه وكنعتذروا للإخوان وطلبنا منهم حتى هاتفيا باش يحضروا، ولكن صرعوا الموقف ديالهم. بالإجماع مع تحفظ منخرط واحد تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي مع تكليف رئيس بتجديد ثلث أعضاء المكتب.